جنين القمح. جنين القمح ده مفيد جدا، فوائده ايه؟ ليه فوائد في الدايت وليه فوائد في الجسم. يلا بينا في الفيديو ده نشوف فوائد جنين القمح ايه ونستعمله ازاي وتأثيره ايه على الدايت. متابعي الكرام، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. قبل ما نشوف الفيديو نشترك في القناة، نفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير عشان نفيد ناس تانية. جنين القمح من الحاجات الجميلة اللي ليها فوائد كتير قوي. جنين القمح ده فيه بروتين، برضو فيه كربوهيدرات، فيه الياف. الالياف اللي في جنين القمح دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتخلي سكر الدم ما يعلاش بسرعة، يعني الانسولين مش هيعلى بسرعة، يعني بيحسن مقاومة الانسولين، يعني بيفيدنا في تقليل مقاومة الانسولين. جنين القمح ليه دور في تنظيم مستوى الكوليسترول في الجسم، وطبعا الكوليسترول ده حاجة مهمة. لما بيزيد الكوليسترول الضار بيعمل ايه؟ بيترسب في الشرايين ويبتدي يحصل الجلطات. فاحنا كده جنين القمح يعتبر بيحافظ لنا على صحة الشرايين والاوردة، وبالتالي بيحافظ على صحة القلب. تمام؟ برضو جنين القمح ليه دور مع الرياضيين، الناس اللي هي بتعمل رياضة وبتروح الجيم، بيحسن الأداء عند الرياضيين، بيحسن أداء العضلات. تمام؟ فهو برضو مفيد للرياضيين. يبقى هو كده هيفيدني في الدايت، هيفيدني في صحة الجسم وصحة القلب، هيفيد الرياضيين. طيب احنا هناخد جنين القمح ده ازاي؟ جنين القمح احنا ممكن نحطه على السلطة، ممكن نحطه على الزبادي، ممكن نحطه على اللبن، ممكن والله في ناس برضو مثلا بترشوا على الخضار، يعني مثلا طبق ملوخية كده يروح حاطين عليه معلقة جنين قمح. طبعا فوائده كتير وعظيم جدا، لان في فيتامينات كتير، وفي معادن، يعني في فيتامين ب وفي فيتامين ه، فهو مفيد للجسم. ناخد جنين القمح كده ونجربه وقولوا لي بقى ايه رأيكم فيه. عايزاكم في الكومنتات تقولوا لي تجربتكم مع جنين القمح بعد ما تجربوه. الناس اللي هم بيعملوا رياضة لو اخدوه هيستفيدوا منه جدا، الناس اللي بتعمل دايت لو اخدوه هيستفيدوا منه جدا، وطبعا هو هيأثر على حاجات تانية كتير زي ما قلنا. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. في النهاية بشكركم، اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.